حكم انتهاء مباراة المصري وبيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي، يسعدنا ان يكون معي الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام لفريق النادي المصري. كابتن حمد، بنرحب بحضرتك في المركز الاعلامي وبنقول اداء النهارده اداء اكثر من رائع ومختلف تماما عن مباراة سيراميكا، وبنسال حضرتك عن تقييمك للمباراة. والله انا بحمد ربنا في الاول وفي الاخر، انا بقول الاداء النهارده كان شكله بنسبه كبيره، اللعيبه عملت شغلها بنسبه كبيره ودي حاجه من الحاجات الكويسه، لكن الحاجه اللي اثرنا فيها وطبعا ده توفيق ربنا ان هي النتيجه ما كانتش في صالحنا، كان 3 بونت مهمين جدا واحنا اتكلمنا مع اللعيبه، لكن برضو هيظل ان بعض الناس بتبقى قلقانه سنه وهي جوه المباراه، فهي دي اللي بتعمل لنا تاثير فني، لكن انا شايف ان اللعيبه ادت بشكل كويس جدا بصوره مغيره جدا عن ماتش سيراميكا، لان ماتش سيراميكا كان مفاجاه بالنسبه لنا احنا كمان، احنا شخصيا الجهاز الفني، لانك لما بتلاقي حوالي من 60 ل 70% من بعض اللعيبه حتى ما بيأديش الحد الادنى بتاعه، فده بتبقى يوم مش بتاعك انت، او في يوم اللعيبه بره ما تعرفش، لكن قدرنا نقعد مع اللعيبه في المعسكر واتكلمنا وقدرنا نشتغل في الناحيه الفنيه وقدرنا نشتغل كمان محاضرات كتيره كابتن ايهاب عملها على فيديو، قعدنا نشتغل مع بعض اللعيبه والحمد لله ان اللعيبه قدرت النهارده تعمل الشكل اللي يناسب قيمه اسم النادي المصري واللعيبه بتاعته. حضرتك شايف الاداء النهارده انطلاقه لمباريات قادمه هيكون النادي المصري ان شاء الله يقدر يقتنص فيها الثلاث نقاط ويحقق المركز اللي يليق به في بطوله الدوري؟ والله انا بقول بس مش عايزين، يعني مش عايز انا افخم قوي النهارده، لان النهارده مباراه بالنسبه لنا احنا خساره، يعني خساره 3 بونت دي كانت، انا بقول كان توفيق ربنا طبعا، النتيجه دي عند ربنا، لكن انا بقول ان النهارده كانت النتيجه هتدينا دافعه كبيره، لكن احنا بنقول ديت ان شاء الله المباراه اللي جايه هتبقى اصعب من مباراه بيراميدز ومباراه انبي، فلازم نبقى بنستعد لكل مباراه، لان انا بقول ان احنا فتره الاعداد كنا حوالي 28 يوم، بعض اللعيبه جات لنا بعد 15 يوم، ودوت من الحاجات اللي برضو عملت فروقات شويه في الحمل البدني لبعض اللعيبه، فانا بقول ان احنا ان شاء الله اللعيبه بس تدخل في الشغل وتدخل في كامل تركيزها، ان شاء الله نعمل حاجه على قد طموح النادي المصري وطموح جماهيره ومجلس الاداره طبعا برئاسه استاذ كامل. في ايضا لعيبه ما لحقتش تلحق فتره الاعداد في النادي المصري، ودي اكيد اثرت ايضا، لو كان كل اللعيبه متواجدين فتره الاعداد اكيد النادي المصري كان قدر يحقق نتائج ايجابيه. اكيد طبعا احنا بعض اللعيبه هنا المصريين جم متاخرين 3 4 ايام، مع الياس جاي حوالي، الياس من الناس المهمه جدا وجاي بعد فتره الاعداد بحوالي اسبوعين او داخلين في 18 يوم، حتى انطونيو جاي برضو بعد الفتره بحوالي 18 يوم، حتى لو اشتغل معنا 10 ايام مش هيقدر يخش في الكلام ده، انا اللي بس بصمم عليه ان شاء الله ان احنا الاداء بتاع النهارده دوت ان شاء الله يكون كل مباراه ويكون بنفس الشكل وان شاء الله، لكن ان شاء الله تكون النتيجه في صالحنا باذن الله المباراه اللي جايه.